يا مفتوحة قدامه والمرمى ويصوب بكرة عند البربولي. ومرة أخرى سعد بقير في هجمة ترجية، بقير يرفع كرة الخليسي بالراس، هدف أول للترجي، الهدف الأول للترجي، العرضية لاسيست ممتازة، التوزيعة كانت من سعد بقير والرأسية قوية من طه ياسين الخنيسي. 1-0، الضغط لا يعني التقدم في النتيجة، النجم ضاغط، النجم مسيطر، والترجي يتمكن من افتتاح باب التسجيل بهذه الكرة وهذه التوزيعة المليمترية العرضية والرأسية من طه ياسين الخنيسي، ما شافهاش أيمن المثلوثي، كرة بالراس من أعلى طراز لطه ياسين الخنيسي. عمار السويح يعطي آخر التوجيهات والنصائح بعد كرة الهدف الافتتاحي، والتشجيعات، الحارس معز بن شريفية، السويح يباغت البنزرتي بكرة وهجمة كانت معاكسة، بقير شاط الأولى في ديل البلبولي يوزع في الثانية، القناص طه ياسين الخنيسي ياخذها بالراس، يفتتح باب التسجيل في توقيت 63 دقيقة لعب في المباراة. معطى جديد ستتغير المعطيات، المباراة ستتحول.